راعي العدالة أصدرت محكمة حمام بوحجر بعين تيموشنت أمرا يقضي بإدارة رئيس بلدية بني صافا السابق ونائبه وأمين عام البلدية السابق الحبس المؤقت في قضية تتعلق بتبديد المال العام. أصدرت محكمة حمام بوحجر أمرا يقضي بإيداع رئيس بلدية بني صافي السابق نائبه السابق وكد أمين عام بلدية بني صافي الأسبق الحبس المؤقت، فيما تم وضع المكلفة بمخزن البلدية تحت الرقابة القضائية. القضية حركتها مصالح الدرك الوطني لبني صاف وتتعلق بتبديد أموال عمومية في قضية شراء صبغة ومواد كهرباء. من أمام مقر محكمة حمام بوحجر لتلفزيون النهار كمال بوعز عبيد.